صباح الخير. اليوم اول يوم برد في بيلاروسيا، شوف كيف الوضع، درجه الحراره صفر اليوم. يا سلام يا البرد، زمان عن البرد زمان. للناس المستعجلين بحب احكي لكم باختصار الموضوع. اول شيء لازم تتاكد من وجود الاوراق والاشياء الضروريه للسفر قبل ما تسافر، ويفضل انك تكتبهم على ورقه، هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، تتاكد قبل ما تحجز الطيران، وخاصه اذا كان الطيران فيه ترانزيت هل يلزم فيزا ترانزيت. لازم تتاكد من مسار الرحله، الوقت، وقبل شراء التذكره. لازم تتاكد من الوزن المسموح لك. لازم تتاكد من فتره تواجدك في المطار قبل ساعتين او قبل 3 ساعات، لانه بعض المطارات تطلب 3 ساعات وبعض المطارات ساعتين. وتتاكد من الاشياء الممنوعه والمسموحه، واكيد واهم شيء ما تنسى فلوسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله الأخوة الكرام أينما كنتم في هذا الفيديو الجديد من مدينة فيتبسك، والذي سوف نتحدث به إن شاء الله عن إجراءات السفر، أو ما هي الأمور اللي لازم تنتبه إلها قبل ما تفكر تسافر سواء لبيلاروسيا أو غير بيلاروسيا. فيا عزيزي، قبل ما تفكر تسافر ضروري تتأكد من الأوراق المطلوبة لك، سواء الدعوة، سواء الجواز السفر، الأوراق الشخصية، ويحبذ أنك تكون كتبهم على شكل مثلا في ورقة في ملف وتمر عليهم مر الكرام، يعني الأولى موجودة، الثانية موجودة، الثالثة موجودة، الرابعة موجودة، وهكذا. هذه بتفيدك، ويعني تكون نسبة أنك تنسى شيء ضعيفة جدا. هذا بالنسبة لي، أنه ضروري انك تتاكد من كل الامور هذه تكون انها موجوده معك. هذا بالنسبه للنقطه الاولى. معلومه ثانيه مهمه جدا، انه قبل ما تحجز اي طيران تاكد اذا كان في ترانزيت، هل الترانزيت بيطلب منك فيزا او لا. مثلا على سبيل المثال، انت بدك تروح مثلا على بيلاروسيا، بدك تطلع مثلا من الاردن، من عمان مثلا، وعندك الترانزيت في المانيا لنفرض، فلازم تتاكد قبل ما تشتري تذكره هل الترانزيت بيطلب منك فيزا شنغن مثلا او ما بيطلب منك، سواء مثلا عن طريق روسيا، عن طريق امريكا، عن طريق اي دوله. هذه المعلومه لازم تتاكد منها، لانه ممكن تشتري تذكره تتوكل على الله. معظم المكاتب ما بيحكوا هاي المعلومات، فانت لازم تتاكد فيها منها بنفسك. فممكن تيجي مجهز حالك وحط اغراضك كلها وامورك متسهل، ويجي صاحب مين هو الشخص اللي بيقوم بمراجعه الجواز، ويقول لك يا عم ما عندك فيزا شنغن، لازمك فيزا شنغن او فيزا كذا او فيزا كذا، لانه انت عندك ترانزيت في هذه الدوله فلازم تكون عندك فيزا. فهذه المعلومه مهمه لازم تتاكد منها اخي العزيز اختي العزيزه. برضو كمان في شغله مهمه، قبل ما تتحرك انت بالطياره لازم تتاكد من مسار الرحله، وكيف راح تطير، من اي طيران، عن طريق اي طيران، اسم الطيران، رقم الرحله، عن طريق اي دوله راح تروح. مثلا تطلع مثلا من الاردن مثلا على دبي، ومن دبي مثلا على مينسك، وهكذا. تأكد من مسار الرحلة حتى أنت تكون بالصورة، وهذا مهم المعلومة جدا، حتى ما توقع في المطار وتصير تسأل وين وكيف وليش ومتى. فهذه معلومة كمان برضو الواحد يكون يهتم لها، وخاصة للناس اللي بتسافر أول مرة. طبعا يمكن الناس يقول شو هالمواضيع اللي تحكي فيها، هذه للناس اللي بيسافروا أول مرة، وكثير ناس بيقع في هذه المشكلة طبعا. وكمان في شغلة مهمة لازم الواحد يتأكد منها، هو الوزن. كم الوزن المسموح لك؟ 8 كيلو، 20 كيلو، 15 كيلو، 30 كيلو، لأنه كل وزن أو كل كيلو زيادة أنت بتجيبه معاك مش من ضمن التذكرة تقريبا سعره أقل طيران تقريبا 5 يورو وأطلع، حسب الطيران وحسب الموظف اللي بيستقبلك. يمكن يقول لك 5 يورو، ممكن يقول لك 10، ممكن يقول لك 20. فأنت تأكد من هاي الأمور برضو قبل المسافر حتى أنت تكون بالصورة. برضو كمان تأكد من وقت وجودك في المطار قبل السفر. بعض الطيران او بعض المطارات بيقول لك لازم تكون قبل 3 ساعات، مثل مطار عمان الملكة عالية اتوقع بيطلب منك 3 ساعات قبل ساعة الطيران، والمطارات الاخرى اتوقع ساعتين. فهو حسب المطار برضو، هذه المعلومة لازم تتأكد منها انت قبل ما تسافر، بدل ما تيجي كان في عندنا شخص اجا قبل 10 دقائق بفكروا تاكسي وراحت عليه طبعا وما اخذوه معاهم، قالوا له المرة الجاية، خسر طبعا ساعة تذكرة. فهذه المعلومات المفروض الواحد برضو يهتم فيها. بعض المطارات مثل عندنا مثلا مطار مينسك بيسألوا عن شو؟ عن الفلوس، كم معك فلوس؟ مثلا 2000 دولار، 3000 دولار بالعادة بيطلبوا. مثلا للطلاب لو جينا أخذنا مثال على بيلاروسيا، لازم الطالب يكون معاه
كاش مش على البطاقة، لازم يكون مع أقل شيء 3000 دولار، هذا بالنسبة للطالب. الساعة أتوقع 25 دولار باليوم، اللي هو المدة اللي راح يجي فيها مثلا 10 أيام، بضرب 25 دولار في 10 أيام. أما الطالب لازم يكون معه كاش. أحيانا موظفين المطارات بيسألوه كم معاكم، ممكن نقول هذا نشوفك. طبعا بالنسبة لبيلاروسيا هذه الأمور عادية، ما حد يقلق أقول لك أبصر ليش وكيف وكذا، لأنه أنا صار معي فيلم هندي أول ما جيت، فقال لي كم معك فلوس، قلت له شو دخلك مش هو لك علاقة. فكان بالنسبة لي ممكن لو كان الزلمة كذا، لأنه أنا ما كنت أعرف، ما حدا حكى لي، فالأمور تعدت على خير. فهذه المعلومة برضو مهمة الواحد يتأكد منها قبل. في برضو معلومات مهمة بالنسبة للشو الأشياء اللي ممكن تسمحوا لك تحمل معك بالمطار، والأشياء الممنوعة تحملها، مثلا المواد المشتعلة، مثلا الزيوت، العطور. أتوقع في ناس كثير بيمنعك، يعني هذه الأشياء لازم تتأكد منها قبل ما تطلع. تقرأ التعليمات، لأنه إحنا طبيعتنا إحنا ما بنقرأش التعليمات هذه، نيجي لما يقول لك لا وكيف وكذا. برضو في بعض الطيران بيطلب منك بوردنج قبل 48 ساعة، أتوقع مثل الطيران الأوكراني بيطلب منك بوردنج تعمله قبل 48 ساعة عن طريق الإنترنت. وإذا أنت ما عملته عن طريق الإنترنت لازم تدفع 15 يورو إضافية لما توصل البوابات اللي هو الاستقبال. طيب هذه الأشياء اللي ذكرتها اللي حبيت أحكي لكم إياها، لأنه الجو مثل ما أنتم شايفين ما شاء الله رهيب، ومع أنه الجو برد اليوم درجة الحرارة تقريبا 0 والله أعلم، الجو بارد جدا. وفي آخر النهار مثل ما أنتم شايفين، هذا حاليا أنا في آخر النهار في بلا روسيا في مدينة فيتبسك. المهم هذه تقريبا المعلومات اللي حبيت أحكي لكم اياها. إذا نسيت شيء I'm so sorry. طبعا مثل بيلاروسيا معلومة مهمة، طبعا في مثلا بعض دول العربية ما عندهم سفارة بيلاروسية، فبيأخذوا الفيزا بالمطار. فحتى أنت تأخذ الفيزا بالمطار لازم يكون عندك الدعوة أنت مصدقة من المطار. برسلكم الآن مثال، بتشوف المثال هنا، هذه التذكرة اللي انتم شايفينها لازم يكون الختم المطار موجود عليها. اذا موجود الختم المطار ممكن تطلع وتاخذ الفيزا بالمطار. المشكله وين؟ بعض الطيران مثلا غير التركي والاماراتي ما بيعرفوا هاي القوانين، فبقول لك لا انا بدي فيزا، وانت تقول له ما عنديش سفاره في بلدي، ما فيش سفاره بيلاروسيه، بقول لك لا انا بدي فيزا، ماليش علاقه عندك فيزا السفاره ما عندك سفاره. فانت المفروض من قبل تتواصل معهم وتقول لهم انا يا جماعه راح اخذ الفيزا بالمطار، وهي انا عندي ورقه من بيلاروسيا او الدعوه مختمه من المطار انه باخذ الفيزا بالمطار. وهذه المعلومات لازم تحكيها قبل ما تسافر، لأنه كثير بغلبوهم وقت السفر. فهمتوا علي ولا ما فهمتم؟ هذا كل اللي حبيت أحكي لكم إياه. نسينا أم اللغة العربية، واللي عنده أي question ممكن يكتب لي إياه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.